بعد شكرا رئيس الجامعه سي فوزي القجع على الثقه اللي حتى لي ولا ريسبونسابيلتي اللي عندي انا ولا الصف ديالي عارفينها. جينا وعارفين الضغط اللي كاين في المغرب على الكره، كنعرفوا الجمهور ديالنا كيستنى ان شاء الله دي بون ريزولتا، مي سورتو لا مانيير. ما نتمنوا ان شاء الله في كاس العالم نطلعوا الرايه ديالنا ان شاء الله ونفرحوا المغاربه. بون شونس سي وليد، بون كوراج، وان شاء الله غادي تلقى مراك جميع المغاربه وفي مقدمتهم وكما كانت العاده دائما ان شاء الله. سيدنا الله ينصرو باش يهنئك في جميع المناسبات، وما يمكن لنا الا نكون اليوم كما قلت فخورين، نمزج بين الفخر والطموح لتحقيق الافضل في المستقبل ان شاء الله. قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق المونديال، وليد ناخبا وطنيا بدل وحيدا، وأول الرهانات تأمين مشاركة متميزة للكرة المغربية في نهائيات كأس العالم. Il est clair, c'est toujours un défi de nommer un entraîneur quelques mois avant une grande compétition. Mais là, je pense aujourd'hui, quand je vois le coach Walid Regragui, qui est un super coach, je pense que c'est même un avantage pour le Maroc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a la pédagogie, il a la communication, il a la connaissance du pays et la connaissance du joueur. Il est polyglotte. Donc ça, c'est des arguments qui déjà dépassent largement, si vous voulez, l'ancien sélectionneur. Alors, j'ai confiance en Walid, dans le Moutakhab, j'ai la mentalité de Diallo, je sais que Radij Maga, les joueurs, ou, il va les motiver, un peu d'Akshi en plus, c'est une personne qui a joué en Europe et qui connaît très bien aussi le Maroc. Il connaît la mentalité européenne et marocaine, donc c'est un plus. وليد تألق لاعبا لكنه لم يعش تجربة المونديال، ثم أهداه القدر فرصة كمدرب في توقيت صعب وفي مجموعة صعبة. ما كتب ليش لعب كاس العالم اللي كنت لعب جوج مرات في الماتش الاخر، ما تأهلناش ما في السنغال ما في تونس. جات من عند الله، كتب لي باش ان شاء الله نلعبها كمدرب، دونك فوالا كان تشالنج ليا نلعب كاس العالم في حياتي. الله حتى لي كمدرب، دونك عرف لا بريسيون اللي كاينه وجوستومون كتعطي لي انكور بليس انرجي باش ان شاء الله هذا الحلم اللي كان عندي كلاعب نديرو كمدرب. الربان الجديد يفتح باب المنتخب من جديد لمن له القدره على البذل والعطاء بسخاء في سبيل القميص الوطني. بالنسبة لي جاي ما كنشوف شنو كان قبل. اي مغربي اللي عنده الباسبور خضر يقدر يجي. بالنسبة لي الحق كتبقى في التيران وكتبقى في المستوى ديالو، حتى شي واحد عنده بلوس دافونتاج كي اخر. بغينا لي ميور جوار، انا كمدرب باغي لي ميور جوار، علاش مع لي ميور جوار تقدر تربح. اقترب موعد النهائيات ولا بد من مباريات ودية لأخذ صورة واضحة عن مكامن القوة ونقاط الضعف والتي يمكن إصلاحها قبل امتحان المونديال. فوز على تشيلي بثنائية بوفال والصابري وتعادل أبيض مع الباراغواي لتعود الثقة والأمل في منتخب لا كبير فيه سوى المنتخب. دروس وعبر أخذها وليد على أساسها خرج بلائحة نهائية علقت عليها الآمال لتقديم مشاركة تليق بالكرة المغربية في قطر. الصراحة اللاعب اللي كنخصهم يكونوا هما اللي كاينين دابا على طبيعتي، هذه هو الحاجة المزيانة في الكرادي. السي وليد الركاكي اختار اللاعب المناسب في الوقت المناسب. تالي أكفاء يقدر يدافع على الراية الوطنية للمغرب. التشكيلة اللي كاينة دابا ما شاء الله. رضا تام على اختيارات وليد التي احترم فيها المنطق وبشكل كبير. أسماء متألقة في أنديتها ينتظر منها أن تتألق في المونديال والذي يحتاج للاعبين بمواصفات خاصة.
لاعبين في المستوى خصنا نثقوا فيهم، خصنا نثقوا فيهم وخصنا نشجعهم وخصهم حتى هما يكونوا ثيقين في نفسهم. كنظن وليد الركراكي يخدم على الجانب الذهني اكثر، لانه تكتيكي تبارك الله الدراري متشبعين به، تقنيات اللي عنده شي حاجه راه عنده، الانضباط راه كاين الحمد لله. كنظن نبقاو متفائلين ونكون خير ان شاء الله. هنا تنقول بانه خصنا نثقوا في نفسنا، وديك الثقه في النفس كتخول لك في اول مباراه تتجتهد وتدير الجهد ديالك باش يمكن تخرج بنتيجه ايجابيه. نتيجه ايجابيه اشنا هي تتقول؟ هي انتصار ولا تعادل، باش يمكن تخول لك انه الجانب المعنوي تحتفظ عليه. في 13 من شهر نوفمبر سافر المنتخب المغربي الى قطر ومنها الى الامارات بعد 3 ايام ليخوض اخر مواجهه اعداديه، فوز على جورجيا بثلاثيه سيري زياش وبوفال. مشهد التحضيرات اكتمل على ايقاع الانتصار، لكن كيف هي الحظوظ في مجموعه فيها وصيف حامل اللقب ورابع العالم في روسيا ومتصدر لائحه المتاهلين في تصفيات امريكا الشماليه والوسطى والكاريبي؟ Maroc est une équipe très difficile à jouer et je pense qu'ils ont beaucoup de talent personnellement. C'est une équipe que naturellement tu ne places pas parmi les favoris pour gagner la Coupe du Monde, mais tu te dis en même temps cette équipe elle peut faire mal à tout le monde. Donc je pense que les chances du Maroc seront plutôt dans la constance, dans leur performance, parce que je sais que si demain je suis entraîneur d'une équipe, je joue contre le Maroc, je sais que je vais avoir un match difficile. Look, when you look at a team like Morocco and you look at the players that you've just mentioned, they're exceptional. What happens now is how they bring that together as a team and perform on the global stage. If you can have this chemistry come together and the qualities, then for sure in their group they can go through. But you see, like in many World Cups, there's upsets. And it comes down to how you manage the group, how you manage the selection process. And if you can win the first game, same for Australia, then you can make a massive impact. But when you talk about players like Ziyech and goalkeepers, players like this, they're world class. And they deserve to have a special World Cup, and I hope that they do well. المونديال مسرح للأبطال، ففيه تغيب الفوارق. ليس هناك منتخب كبير وآخر صغير، فلا التاريخ يشفع ولا الماضي ينفع، هناك فقط الأقوى والأفضل والأكثر تركيزا وثباتا في الميدان منذ البداية وحتى صافرة النهاية. اللي قلت الدراري نحلعهم شنو؟ كتبقى غير كرة، واخا عندنا الشعب مورانا، واخا كتبقى اون جوار ومن عندك لا كاليتي ديال ليفيكتيف اللي عندنا حنا ما نقدروش ندخلوا محلوعين بلوس دو ريسبي. سي نورمال، يفو خصك تحترم الفرقه ديال كرواتيا، ولا دخلنا حتى حنا بفهمات غير ربيونا بزربه. دونك غندخلوا بلي كاليتي ديالنا بلو جو ديالنا، ومن بعد توكل على الله. حان موعد الامتحان، الترشيحات تصب في مصلحة الكروات بقيادة مودريتش وبيريسيتش. الأجواء في ملعب البيت تبعث على التفاؤل، حماس كبير للجماهير المغربية، الحلقة الأقوى في المدرجات. منبت الأحرار مشرق الأنوار بحناجر الآلاف من المغاربة، كانت دعما كبيرا فيه تشريف وتكليف الأسود في أول اختبار. واقعية وليد وتطبيق حرف للتعليمات من سيس العميد، فرملت كرواتيا الخصم العنيد والذي يملك أسلحة قوية وفي كل الخطوط. أول الغيث نقطة ثمينة في مجموعة ستثبت الأيام أحقيتها بتسمية مجموعة الموت. ماتش
وثقة عالية في النفس، تحكم رفاق حكيمي في تفاصيل المواجهة الثانية من حكاية المونديال. هدف مرفوض لزياش قبل نهاية الشوط الأول كان بداية لفصل جديد من تألق الأسود. شوط ثاني مغربي بامتياز، وكوتشينغ ولا أروع من الربان وليد. هدفان من البديلان الصابر وأبو خلال أشعل ملعب الثمامة من جديد. أربع نقاط في العداد وحلم الصعود للدور الثاني اقترب، وهو تكرار إنجاز المكسيك تم وباقتدار، والعين على إنجاز جديد بأقدام جيل جديد لا يؤمن بالمستحيل. نزال من نار في الانتظار مع خصم لا يشق له غبار. منتخب إسبانيا العتيد بقيادة إنريكي العنيد جعل الترشيحات المنطقية تصب في مصلحة لاروخا، لكن وليد واللاعبين والمغاربة بشكل عام كان لهم رأي آخر. ترك المغرب الكرة للإسبان الذين فعلوا كل شيء باستثناء هز الشباك. وجهة ماراثونية امتدت لأشواط إضافية ثم لضربات الترجيح التي ابتسمت لأسود الأطلس في ليلة تألق فيها ياسين بونو الحامي الأمين لعرين الأسود، نجم الليلة بل نجم المونديال الذي منح بلاده تأهلا غير مسبوق لربع النهائي وعلى حساب بطل سابق لكأس العالم. وثناء عالمي على كل مكونات المنتخب الوطني. مدرب المنتخب الإسباني تفاجأ بالقوة والأداء. بونو نال نصيبا وافرا من الثناء، وأنحي المفاجأة الكبرى حير إنريكي الذي قال بالحرف: يا إلهي من أين خرج هذا الفتى؟ الإجابة بسيطة، هذا اللاعب هو خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، الأكاديمية التي تم إنشاؤها بإرادة ملكية لتكون مشلا للمواهب، فحان موعد الحصاد بعد سنوات قليلة فقط. Il est clair que pour moi, Sa Majesté le Roi a été un visionnaire par rapport au développement du football marocain. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en place un outil qui est extraordinaire et il a aussi su mettre en place la bonne personne pour développer cet outil. Et donc cette personne, c'est bien sûr Nasser Larguet, qui était directeur donc de l'Académie de 2008 à 2014, et qui a su insuffler cette politique de formation au niveau du football marocain. Et c'est cette politique de formation d'ailleurs qu'il avait déjà entreprise. Je me rappelle à l'époque, en 2005, il était au Racing Club de Strasbourg, il avait signé avec moi un partenariat pour la formation, et ça déjà, vous voyez, il était déjà un des spécialistes de tout ce qui concerne les formations. Il l'a fait au Maroc et il a fait un travail fantastique au niveau du Maroc. Et ensuite, ça a été complété, bien sûr, avec l'arrivée du président Lekja, par la compétence et le dynamisme du président, qui ont fait que cette académie a continué à développer des joueurs de haut niveau, de premier niveau. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont joué à la Coupe du Monde. في الطبعة الحالية من المنتخب هناك عناصر أخرى سلكت نفس الدرب وتلقت نفس التكوين في نفس الأكاديمية. أمسيري، أكرد والتغنوتي ثلاثي آخر حاضر في المونديال هو منتوج خالص لأكاديمية محمد السادس.
la réalisation et l'effet de l'Académie Mohamed VI pour le football, puisque là aussi, on a cette clarté qui était qu'en 2008, Sa Majesté avait annoncé la construction de cette Académie pour pouvoir permettre à rehausser le football marocain par un haut niveau. Il a été atteint, ça on le sait, je vais que le répéter. Une année après, il inaugurait cette structure de formation au métier professionnel du football. Et qu'est-ce que l'on a quand on fait un bond en 2023? Eh bien, les Lions de l'Atlas emportent cette demi-finale de football, arrive à un haut niveau finaliste, et je crois que c'est significatif de ce qui peut se passer. Évidemment, c'est un exemple dans le domaine du sport, mais au-delà du domaine du sport, Sa Majesté avait mis le focus sur différents aspects. C'est une équipe jeune, maintenant avec un entraîneur jeune aussi à la tête, avec Walid Regragui. C'est une équipe qu'on a connue déjà avec Hervé Renard, puisqu'il a pratiquement plus de 60-70% de l'équipe. C'est une équipe qui a été constituée à son époque. Quand j'étais DPN pendant 5 ans, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on a mis en place. Il y a aussi des joueurs qui ont fréquenté l'Académie Mohamed VI de football, qu'aujourd'hui il y en a 5 dans cette équipe-là. Donc c'est une équipe qui m'a beaucoup impressionné sur les derniers matchs. أبناء أكاديمية محمد السادس ولاعب البطولة المحلية شكلوا إلى جانب مجموعة من المواهب المتميزة من لاعب مغاربة العالم توليفة متكاملة أعطت أكلها في مونديال قطر. مواهب كثيرة لم تخطئ في اختيار الأم حسب تعبير زياش، ومثلت علم الآباء والأجداد رغم نشأتها في بلدان أخرى، لتؤكد في كل محطة بأن مغاربة العالم ركن الأساس في التنمية الكروية الوطنية، بل وفي المشروع التنموي للمملكة بشكل عام. في العام 2022 هو أهم يوم في تاريخ الكرة المغربية. أجواء حماسية تطمح للمزيد. اليوم نربح إن شاء الله. إن شاء الله. لا، إحنا كنلعبوا بالضغط ديما. احنا عندنا واحد الجمهور اللي كيتلب ديما اكثر من ملي اللي نقدروا نديروا لي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب، درناها. ابري بداو كيحلموا ندوزوا الدور الثاني، درناها. دابا دوزنا الكارت فينال، دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتسمعوا نقدروا نديوها، علاش لا. دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون، بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول، هذه اللي مهمه، خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غندموا. دونك بريسيون ديما كاينه، كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه، دونك باغيين حنا نفرحوهم. وهاد الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف، وهادي ستاف ديالي وانا اللي خصنا نعطيو لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويعطيو لو ماكسيموم. العاشر من نوفمبر في العام 2022 هو اهم يوم في تاريخ الكره المغربيه. اجواء حماسيه رائعه في ملعب الثمامة الذي كان فأل خير على اسود الاطلس، ففيه تغلبوا على بلجيكا وكندا وعبروا لثمن النهائي. في امتحان البرتغال غيبت الإصابة نايف أكرد عن رفاقه، لكن من حضر تألق هو وزملائه وبامتياز، فتسيدوا المباراة في معظم تفاصيلها. متراً وثمانية وسبعون سنتيمتراً هي المسافة التي ارتقى إليها النصيري ليسجل واحداً من أجمل أهداف مونديال قطر، بل أفضل وأغلى هدف في تاريخ الكرة المغربية، والذي منحها ورقة العبور لمربع الكبار أمام دهشة وحيرة ودموع رونالدو والجماهير البرتغالية. الإنجاز أو الإعجاز كتب في ليلة للتاريخ، المغرب في نصف النهائي، المستحيل ليس مغربيا، هكذا رددت الجماهير المغربية والإفريقية ومن أصبح من عشاق أسود الأطلس وفي كل قارات العالم.
ثناء كبير على إنجاز المنتخب المغربي، ثناء عبرت عنه شخصيات كبيرة من عوالم مختلفة، قادة دول، سياسيين، مشاهير وصحافة من كل قارات العالم. Oh my goodness, you know, I've been lucky to have been to a lot of the games, but I think, you know, being in the stadium when Morocco are playing, you know, it's a special atmosphere. It's like a home game for the Moroccans, you know. But I think to also see how the team played, you know, they played with passion, with excitement, the way they played the game. And people turned around to me and said, you know, are you shocked about, you know, the Morocco team going so far? And at the start of the tournament, if you'd have said to me, you know, Morocco are going to reach the semi-finals, would have probably said, well, I'm not sure about that. But when you are in the stadium and when you see them perform, you see how technically they're amazing. They play with passion, they play with excitement, the way they pass the ball around. You know, they're very comfortable in just playing around with the ball in the defense. And that says a lot about the team and the level of the team. So I think being in the stadium when you see the Moroccans play, the atmosphere was incredible. فوز متكرر وجميل ومبهر للمنتخب المغربي. شاهدنا سمو الامير الوالد، شاهدنا سمو الشيخه موزه زوجة سمو الامير الوالد او سمو الشيخ تميم يرفعون الاعلام العربيه وخاصه مع المنتخب المغربي، لان المغرب منتخب مغربي ذهب بعيدا. فلاحظنا من المباراه الاخرى الجماهير تتفاعل والقياده تتفاعل مع المنتخب المغربي، نتائجهم تعكس نتائج الكره العربيه. ففعلا احنا سعدنا بالنتائج الجميله للمنتخب المغربي العربي. نجاح المنتخب المغربي في مونديال قطر أبهر الجميع ونال إعجاب الجميع، فلم يكن مرشحا للعب دور البطولة لكنه فعل وكان بطلا حقيقيا في ظهوره السادس في كأس العالم. Je considère la prestation du Maroc absolument exceptionnelle, fantastique. Ils ont très 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 bien joué. Ils ont joué avec le cœur, mais aussi avec des qualités indéniables. Arriver en demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail de longue haleine par la fédération marocaine, son président, tous les joueurs, l'encadrement technique, un jeune entraîneur marocain qui a fait très bien avec son club. Et qui a montré comment on peut jouer un football attrayant et efficace. Donc vraiment félicitations et chapeau, vous avez un beau chapeau là, chapeau au Maroc. رفع المنتخب المغربي لواء الكرة الإفريقية وحيدة في مربع الكبار، ومنح قارة بأكملها الأمل في أن تحلم بإمكانية تتويج منتخب منها بلقب المونديال في المستقبل. وفرت كل التوابل لإخراج طبعة استثنائية من الكأس العالمية، إلا أن زائر أصيب بالقصف في الملاعب ومعه تشجيعات العشاق والأنصار أعطى نكهة خاصة لنسخة خاصة جدا. كأس العالم حقيقة كأس عالم استثنائي، كنا نتوقع نجاحه، لكن حقيقة نجاحه كان أكثر من المتوقع. ما بصم عليه المنتخب المغربي في قطر ورغم الكثير من التحديات لم يكن صدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب ومنذ سنوات، رؤية واضحة
تدبير جيد لقطاع استراتيجي وليس ترفيه فقط. كرة القدم اليوم اقتصاد قائم الذات وركن أساس في البرنامج التنموي للدول. Aujourd'hui, le développement du football marocain est là. Il est là, il est constant, il va progresser. Et le Maroc est aujourd'hui à la tête au niveau du football africain, ce qu'il n'a jamais été par ailleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment le porte-flambeau du football africain, en général, du continent africain. Et vous voyez bien le classement FIFA, le dernier classement FIFA, le Maroc est maintenant 11e au niveau mondial, ce qui est fantastique. Je crois que c'est mérité. Ça va continuer et je pense que les académies vont commencer à se multiplier. Pourquoi ? Parce que le résultat est là. Voilà, donc je crois que par rapport à ça, Sa Majesté le Roi a été vraiment le visionnaire pour commencer le développement du football et aujourd'hui, il porte ses fruits. فتوقف المشوار عند مركز رابع أمام الكروات، هم من بدأنا معهم حكاية المونديال ومعهم كان الختام. Le fait que au retour des Lions de l'Atlas, il ait invité les mères de ces footballeurs est une notion importante pour la question de la famille auquel il attache beaucoup d'importance. C'est la question de la femme, certes en général, c'est la question de la mère, la maman de ces joueurs, et c'est un symbole pour la nation marocaine et la culture marocaine. عزف النشيد الوطني 7 مرات في ملاعب المونديال، فاستحق الأبطال استقبالا ملكيا وشعبيا فاق الخيال. عادت الأسرة الصغيرة لحضن الأسرة الكبيرة للوطن، فكان التشريف كبيرا وفي مشهد غير مسبوق. رسائل كثيرة تبعث من المملكة للعالم. خط القدر أجمل نهاية لأجمل حكاية ووضع لها من العناوين فرحة ملك وشعب، فرحة ليس بالإنجاز الرياضي فحسب بل براية وطن رفعها مواطنوها في الداخل والخارج عاليا وأمة نصرها أبناؤها بين الأمم.